مرتدة لفريق الشرطة، مرتدة خمسة يحاول جيستن هوكنس، جيستن هوكنس ركلتين عن طريق اللاعب علاء سليم. متر ذو الفقار ومحاولة على السلة ونقطتين ورمية إضافية، نقطتين ورمية إضافية. 13-12 ارتفع الأداء ونسق المباراة. إثارة جمهور الشرطة وجيستن هوكنس الأمريكي يسجل، ممكن يخطئ السلة حسين حسن لتعود لفريق الشرطة. وهل ستكون النقطة السادسة على التوالي لفريق الشرطة؟ الشرطة عن طريق اللاعب جيستن هوكنس. جيستن هوكنس هذا ماهر خنيفر، 47 سنة، ثلاث مواسم مدرب للشرطة. ومن جديد هوكنس، النفط والشرطة متصدرين لدور السلة. من جديد أحمد حمزة يحاول الدخول على السلة، من جديد هوكنس تصل. الكوارتر الأول والثاني ينتهي لصالح النفط بفارق 4 نقاط، 38-34 للشرطة. وبداية الكوارتر الثالث مع فريق الشرطة، دي ماريو نقطتين لفريق نادي النفط، ويرد هوكنز أيضا بنقطتين. الأمريكي المحترم يخطئ السلة محمد ضياء، عادت للأمريكي جيستن هوكنز ويسجل. جيستن هوكنز لاعب جيد، لاعب جيد الأمريكي جيستن هوكنز. فارق 3 نقاط لفريق النفط. هوكنز من جديد على السلة، هوكنز هي كرة للجهة البعيدة، محاولة للفريق، كرة محمد ضياء لتعود الحيازة لفريق الشرطة عن طريق جيستن هوكنز الأمريكي. يضعها في السلة جيستن هوكنز، يضعها في السلة بسهولة. 53-50 هذا لن تحسم الصدارة إلا مع آخر ثانية في هذه المباراة عن طريق هوكنز. هوكنز وقيادة الهجوم الشرطاوي ومحاولة لكورة، بينما الشرطة لا يريد أن يكون صيدا سهلا للنفط. الشرطة لا يريد أن يخسر ذهابا وإيابا على أعصابه. وهوكنز على التنفيذ في محاولة لتقليص الفارق، ينجح هوكنز. جيستن هوكنز يقلص الفارق إلى نقطتين، وبإمكانه أن يقلص الفارق إلى نقطة واحدة إذا ما أحسن استغلال الرمية الحرة الثانية. ينجح مباراة غاية في الأهمية، مباراة الصدارة باختصار. كهن بالنتيجة، وهجوم للشرطة، الشرطة في الهجوم ومحاولة لكرة، يقلص الفارق إلى نقطة واحدة. ينجح ومحاولة لكرة، 13 ثانية، كاد الخطأ لإيقاف الساعة، وبالتالي تتحول الحيازة للنفط لأن يتقلص الفارق إلى نقطتين، وبإمكان أن يقلص الفارق إلى نقطة واحدة. هوكنز، إذن هوكنز هل سينجح؟ هوكنز ينجح، هوكنز والأمور بيدي هوكنز. هوكنز محمد صلاح لتعود مجددا لفريق الشرطة عن طريق الأمريكي هوكنز، مع احتساب رميتين حرة على السلة لفريق نادي الشرطة. هوكنز اللي دائما يسجل، لكن هوكنز كان هو مفتاح الفوز. لو سجل الرمية الأخيرة في الثواني الأخيرة لفريق الشرطة كان يكون الفارق نقطة للشرطة والذهاب بالمباراة بعيدا، لكن هوكنز أضاع هذه النقطة لفريق الشرطة. وجيستن هوكنز 20 ثانية من النهاية للوقت الإضافي، هل سنشاهد استمرارية للمباراة إذا ما انتهى الوقت الإضافي أيضا بالتعادل؟ إذا جيستن يحقق نقطة التعادل، 78-78. جيستن هوكنز اللاعب الأمريكي مرة واحدة فقط أخطأ السلة، وأيضا جيستن هوكنز. هوكنز، هوكنز على التنفيذ، ينجح هوكنز، و
وهجوم شرطاوي متواصل. حدا هوكنز المحترف الامريكي في صفوف الشرطة ورمية حرة ثانية ناورس الى هوكنز. هوكنز مجهود رمية الحرة. هوكنز والرمية الحرة ينجح هوكنز ان نصل للتعادل. تعادل وافضلية برمية حرة لهوكنز. وفارق النقطة وهوكنز